أي مشاهد رسالة صوتية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، وراجي إن شاء الله أنها توصل. الرسالة تتعلق بالوضع الصحي المزري بلدية ضائرة اللي تعيشه من الثمانينات إلى الآن. والله نعطي فيه نبذة عن بلدية ضائرة. بلدية ضائرة تعتبر من كبريات البلديات الريفية من حيث تعداد السكان، وتمتاز بميزات نادرة. الأول منها أنها البلدية الوحيدة وهو موريتاني اللي يمثل بها جميع شرائح الشعب الموريتاني. ثانيها أنها البلدية الوحيدة في موريتاني اللي خالية من الإنقال والتقري العشوائي اللي يكلف الدولة الكثير واللي تحارب. جميع ساكنة البلدية موجودة في مركز البلدية، ونقدر عدد السكان في بلدية ضائرة 25,000 إلى 27,000. قد تعود الإدارة عن إحصائيات قديمة لكن ما هي الإحصائيات الحقيقية. نحن اللي موجودين في الميدان وبإلمام بساكن بلدية ضائرة نقدر السكان ب 25,000 إلى 27,000، وفما أدلة دامضة على هذا. الأول منها على أن الانتخابات الأخيرة عدد المسجلين وصل فيها 6,700 ولا 6,500، مقسمة على 15 مكتب انتخابي موجودة كلها في مركز البلدية. ثانيا أعلن الذين قالوا المتمدرسين في بلدية ظاهرة يوصلوا 3,000 إلى 3,300 بين ثانوي وابتدائي. البلدية كذلك تقع ملتقى طرق بين ولاية العصابة وتقانت، وتقع في بوابة الذين قالوا مثلث الأمل وبوابة ولاية العصابة من الناحية الغربية الشمالية. معناها أنها تعتبر نقطة وصل بين عدة ولايات، وصاب فيها أفطوط وتقانت ورقيبة. معناها أنها تعتبر نقطة تجمع وساطي في موريتانيا. هذه البلدية بها نقطة صحية فيها من الثمانينات. النقطة الصحية بانها أحد الأخوة فاعلي الخير المسمى أحمد وولاده، وتتألف من غرفتين إلى ثلاثة ومعاهم عريش، وكان بها فيها من الثمانينات إلى الآن ديفرمية. اللي له 45 يوم بدأ التوجه الجديد عند النظام وعند رئيس الجمهورية ووزارة الصحة من أجل النهوض باللي قالوا المجال الصحي. فكتاونا أنفرمية ثالث، الأنفرمية الثالث ما طلع، وكانت فيه هون نقص حاد باللي قالوا الطاقم الطبي، لأن يعني أحد الأنفرميات كان براحة والثاني عاجز عن عدد العمل وحده. الأنفرمية الثالث ما طلع، خبرنا عنه الحاكم مشكورا، عدل اللي عليه واتصل بالجهات المعنية كالطبيب الرئيسي للمقاطعة، وطلب منه أنه يتصل به وأنه ينزل له العمل في النقطة الصحية. وشهونه نزل العمل لكنه ماشي تقل في ما بنهار واحد، وعقب ذلك ما طلع. اتصلنا بالوالي ودرناه في الصورة صورة الوضع اللي احنا فيه، وتفاعل معانا في اليوم الأول وقالنا ان الوضع الصحي بلدية ظاهرة انه وضع مزري، وانه عنده معلومات كاملة عنه انها توصل من الجهات الأمنية، وانه ذاك الموضوع يدور يسوي في 48 ساعة. تفاجأنا في اتصالنا به الثاني ولا الثالث لين أكدوا له أن الانفرمية أنه ما طلع، أنه اتهمنا بأن مستهدفين الانفرمية، والانفرمية أنه يطلع وأنه مستهدفين، وأنه لا يفتح قاعد ضدنا إحنا ملف أنه يعني متهمين الانفرمية يطلع بأنه ما يطلع. وكلمنا بلغة وبلهجة ما كنا نتوقعها موالي ولا تليق به هو كوالي، لا تليق به ككوالي طاعته الدولة ثقتها ودارته في كبريات وفي ولاية من تعتبر من كبريات المدن كبريات الولايات. وطلب منا عن عدم الاتصال به مرة ثانية. وهون نأكد الوالي ونقول له على أن الانفرمية إلى الآن إلى وقت تسجيلنا لهذا الفوكال يوم 11 شهر أنه ما يطلع وأنه ما طلع. والآن قدوا نتهم الوالي بأنه على انه يدافع عنه، يا غير بعد ده نقولوا له انه ما طلع وانه ما بقى تطلع. هذا هو ودي علينا قد نبلغ، واحنا متصلين به لا كوالي دارت الدولة على ولايتنا وتابعين له، الين يعود هو شخصيا ما هو والي ولاية العصابة
ولا تابعين له، معنا ان شاء الله هنا ينتصروا به. يظهر ما دام والي الولاية العصابة واحنا في حيز جغرافي وتابعين له، ندور انت منتصروا به الشؤون اللي تتعلق بالدولة وتتعلق به هو. وني اصبح ما هو والي والله ما هو على ولايتنا، معناتنا انا ننتصروا به ان شاء الله. واللغة اللي كلمنا بها واللهجة لا تليق به هو كوالي. هذه من ناحية الانفرمية. نرجع ونقول على أن طالبي من رئيس الجمهورية على أنه يعطي لفت البلدية ظاهرة، والله يعطي الأوامر للجهات المعنية بإعلانها يا الله تعطي لفت البلدية ظاهرة في تدينقال المجال الصحي. وطالبي على أن تعود فيه مداومة في النقطة الصحية ما دامت فيه فرميات عادوا ثلاثة، وفي الأسبوع الماضي اللي فكت أن فرمية رابعة عادوا قاعة ربعة، معناها على أن عادت فم اللي قد تعود مداومة. نعرف النقطة الصحية أصلا ما فيها مداومة، يظهر ما داموا موجودين 4 انفرميات قد الإدارة تنظم في مداومة لبلدية الظاهرة، لأنها لا مفر منها بلدية ليل نهار المرضى موجودة في النقطة الصحية ليل نهار، والنساء اللي في حالات ولادة بعض الأحيان تكون بولادة مستعصية، ولا عندهم ما عندنا أمبيلانس. نعيد ونذكر بأن ما عندنا أمبيلانس، والبلدية الوحيدة اللي هون حالا في الحي الجغرافي ما عندها أمبيلانس هي بلدية الغائر. أشرام زرنا عنده أمبيلانس، وكامورو زرنا عنده أمبيلانس، في الوقت اللي احنا أكثر السكان أكبر بلدية موجودة سكان حالا في هذا الحي الجغرافي هو بلدية الغائر. وهون أمبيلانس خاصة بالإنقال للطرق، والله أمنه خاصة بالطرق، لكنها ما عندها أوامر ولأنها تساعد النقطة الصحية. وطالبي من وزير الصحة اعلن أنه هاي الأمبيلانس اللي موجودة هون وخاصة بالإنقال له أمن الطرق ولا الطرق، اعلن في حالات إغناء وحالات كسور وحالات ولادة مستعصية في النقطة الصحية في الظاهرة، اعلن ويعطيهم الأوامر اعلن أنه تساعد النقطة في هاي الحالات. وطالبي من رئيس الجمهورية أمبيلانس بلدية الظاهرة في أسرع وقت. وشاكرين رئيس الجمهورية على 100,000 أسرة اللي منحها اللي ينقال له التأمين الصحي، ونعتبروها مفخرة في منطقتنا في غرب إفريقيا كاملة، نظرا لأنها حالة نادرة ما في دولة من دول إفريقيا فيها التأمين الصحي 100,000 أسرة خارج عن اللي ينقال له ما هي موجودة في الوظيفة العمومية. لكن بعد ذكر ونذكر هو رئيس الجمهورية أن بلدية الظاهرة أعلن هاي 100,000 أنها ما جبرت منها الحصة اللي يا الله تجبر منها. بلدية الظاهرة هاي 100,000 رات منها 94 شخص، والله 94 أسرة، وهذا ما يمثل 0.25% من سكان بلدية الظاهرة. في الختام شاكر رئيس الجمهورية على توجهه العام من أجل النهوض بالوطن، ومن أجل أن يكون إن شاء الله وطن مزدهر وراجل إن شاء الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.